نرحب بضيف حلقتنا الأستاذ فهمي اليوسفي، نائب مدير الأعلام في حكومة الإنقاذ في صنعاء. سيد اليوسفي مساء الخير. هذه الهدنة هدنة جادة أم هي ربما محاولة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأمور من الجانب الحوثي كما يقول بعض المتابعين؟ أولا مساء الخير لكم ولكل المشاهدين. ويا عزيزي، أولا أنا نائب وزير الإعلام ولست نائب مدير الإعلام، لكن أريد أن أقول لك بأنه ما تم الإعلان عنه من قبل صنعاء عن الهدنة هو حقيقة وليست وهم، على اعتبار أننا نريد ونؤكد رغبتنا في إيقاف العدوان على اليمن وإيقاف الحرب على اليمن وإخراج البلد من وضعها الحالي إلى الوضع المرجو الذي ينشده عامة اليمنيين من شمال الشمال لأقصى الجنوب، وهذا هو المطلوب. لكن الطرف الآخر أثبت الواقع وبرهنت أيضا الوقائع بأنه لا يلتزم بأي هدنة منذ بدء العدوان وحتى هذه اليوم. طيب ما هو الرد الذي وصلكم إلى حد الآن سيد اليوسفي من السعودية؟ إلى الآن ليس هناك رد من قبل السعودية، ولم تتوقف عملية العدوان من قبل السعودية، وليس هناك نوايا تؤكد حسن نوايا دول العدوان بقيادة السعودية على الهدنة أو إيقاف الحرب أو إيجاد تفاهمات حول كثير من الملفات المتعلقة بالقضية اليمنية برمتها. طيب لماذا إذا ما دامت السعودية، يتساءل البعض، ما دامت السعودية غير مكترثة بالهدنة فلماذا جماعة الحوثي تلتزم بهذه الهدنة؟ ألا يبدو هذا فعلا تأكيد حالة الضعف التي تعانيها الجماعة؟ يا عزيزي، إذا كانت حد تعبيرك تعاني من حالة ضعف، يا عزيزي نقول لك كانت هذه. نعم تفضل نسمع إليك. مرحبا. واضح الصوت، واضح. جاهز. تفضل واصل سيد اليوسفي. السيد فهمي اليوسفي، طيب سنعود لضيفنا مرة أخرى على كل حال، ونعتذر لهذا الانقطاع. نعود لبعض المشاركات عن طريق الواتساب. بطيب يقول هدنة الحوثيين لثلاثة أيام هي خدعة ومحاولة للتهرب من هدنة شهر كامل في رمضان. شايف من اليمن، هكذا الاسم، لا أدري على كل حال مدى الدقة في ذلك، يقول الحوثي سينتصر والسعودية إلى زوال، نتمنى السلام في المنطقة. عاد إلينا السيد اليوسفي. سيد اليوسفي، كنت سألتك يعني أنه ما دام الطرف السعودي لا يلتزم بوقف إطلاق النار في هذه الأيام الثلاثة، فلماذا يلتزم بها الحوثيون؟ وهذا بنظر البعض دليل على ضعفهم ربما ومحاولتهم لالتقاط الأنفاس، ما رأيك؟ يا عزيزي كل القوى المناهضة للعدوان في طليعتها أنصار الله وليس الحوثي. كلما ازداد العدوان كلما ازدادت قوة، يعني كانت في بداية العدوان تفتقر لطلقات الكلاشينكوف، اليوم تصنع طائرات مسيرة وصواريخ وباليستيات وغيرها وصلت إلى عمق العدوان، هذا دليل على أنها في منتهى الضعف أو أنها في منتهى القوة. اليوم العد تنازلي بالنسبة للطرف الآخر السعودية وغيرها، لكن القرار لا تستطيع السعودية اتخاذ قرار من لديها، القرار بيد لندن وواشنطن، وبالتالي أما نحن قرارنا بيدنا، متى ما شئنا نتخذ القرار نتخذ القرار، لكن هم لا زالوا خاضعين ويجاروا بالريموت كنترول. نعم. من أزقة الناس. طيب. حتى اليوم. نعم. كان معنا منذ قليل مواطن قطري يسمى الهاجري يتساءل، يقول لماذا الحوثيين يركزون قصفهم على السعودية؟ لو هذا القصف على السعودية، يقول بنظره طبعا، وجه إلى الإمارات لتوقفت الحرب منذ أشهر وربما منذ سنوات. ما ردك على مثل هذا القول؟ يا عزيزي نحن لا نريد أن نقوم على مثل هذا الكلام. الهاجري هو محسوب على الطرف السعودي، والسعودية والإمارات هي تتنافسان على تقسيم الكعكة في اليمن.
يعني السعودية تحتل جزء من أراضينا اليمنية، والإمارات تحتل أيضا جزء من أراضينا، ونحن نعتبر لا فرق بين الإمارات وبين السعودية. في كل الأحوال نحن أوصلنا صواريخنا لأبو ظبي وأوصلنا صواريخنا للسعودية، استهدفنا أبو ظبي واستهدفنا السعودية، لكن هناك أولويات في المعركة. الأولويات أولا أن نبدأ بهذه الجارة الحمقاء التي تغتصب أرضنا وتعتدي علينا منذ 7 سنوات، وهذه الجارة الحمقاء هي تقتل اليمنيين نيابة عن الناتو، ولديها مطامع توسعية في الأبقى اليمني منذ الفترة الماضية وحتى اليوم. وبالتالي نحن عندما نقول لنا الأولويات، من العدو الأخطر الآن والذي يواجهنا وجها لوجه؟ هي السعودية أكثر من الإمارات. الإمارات سيأتي دورها وسيكون هناك صواريخ تنزل على رؤوس الإمارات خلال الفترة القادمة. نحن قد أعلننا مشروع التحرير والتحرر لأرضنا واستكمال تحرير هذه الأرض من دنس الاحتلال السعودي والإماراتي. فلا فرق عندنا بين الاحتلال الإماراتي وبين السعودي، بين الذي يأتي طيب من لندن وبين الذي يأتي من واضح الوصف. واضح سيد اليوسفي، واضح بأن السعودية لا يبدو أنها سترد على هذه الهدنة على الأقل في هذه اللحظة، وواضح بأن القصف كما ذكرت حضرتك مستمر. ماذا أعد الحوثيون بعد انتهاء الأيام الثلاثة إذن؟ نحن بعد انتهاء الأيام الثلاثة نستمر في الدفاع عن البلد وتحرير أرضنا إذا لم يكن هناك استجابة. لكن نحن الآن مدينا يدنا للسلام وقدمنا مبادرة من ذاتنا، وهذه ليست ضعف وإنما من منطلق قوة. وإذا كان الحوثيين قد شعروا، أو أنصار الله بشكل عام وبقية القوى المناهضة للعدوان قد شعروا بقليل من الضعف، كان عليهم انسحاب من مارب أو غير مارب، لكن كل يوم وهم يحققون تقدمات ميدانية. إنما اثبت للعالم واكشف حقيقة السعودية والإمارات وبقية الأطراف التي تطلع عبر الإعلام الدولي أنهم يريدون هدنة ويريدون حل القضية اليمنية. فنحن عندما نرد بهذا الشكل بمعنى نشعر العالم برمته، وبنفس الوقت لكي يطلع حتى العالم أننا نحاصر منذ 7 سنوات، حتى الحصار وصل إلى مستوى المشتقات النفطية يمنع دخولها إلى الموانئ اليمنية وبالذات الحديدة، على اعتبار أن هذا المنفذ البحري نعم. هو مرتبط بمعظم اليمنيين، بالتالي من يقطع النفط هو يقطع الحياة. نحن سنواصل مشوارنا بعد انتهاء هذه الثلاثة الأيام، ولن نبقى مكسوفي الأيدي، وسيستمر رد الصاع بصاعين. فإذا كانوا قد إذا حد تعبيرك إذا كانوا مؤشر هذا على ضعف، كانوا لن يستهدفوا شركة أرامكو في جدة فيها حوالي 5 بليون برميل موجود مخزن، كلها احترقت. وهذا دليل على قوة أنصار الله وبقية القوى المناهضة للعدوان. أما السعودية والإمارات العكس تنازل اليوم، أصبح التصدع العسكري واضح يقاس من خلال الميدان، وهذا التصدع يقاس من خلال التخبط السعودي. لكن السعودية إلى الآن لم ترد على الهدنة لأن الأوامر لم تأتيها من واشنطن ولندن، هي دائما تسبح لواشنطن وتسجد للندن. يعني هذه الأنظمة ليست القرار بيدها، مع أنها تريد أن تخرج من هذه الورطة، لكنها على يدها كليبشات من قبل الناتو، وهذه طبيعة الأنظمة التي ترهن نفسها وتصبح مرتهنة للقوى الخارجية الدولية التي تتحكم بها وبسياستها وغيرها. أما نحن سنظل أقوياء وسنستمر في تحرير الأرض. نحن قد حددنا خيارنا كما قالها قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله، نكون أو لا نكون. مسيرتنا تحرير لهذه الأرض، طيب. تحرير ونرد الصاع بصاعين ونمد يدنا للسلام للعالم برمة وعجة. إذا كان هناك سلام، مع أنني لا أعتبر أن السلام سيأتي من دولة دموية ونظامها دموي،
وهي السعودية. هذه الدموية أسست على هذه السياسة الدموية منذ تأسيسها وحتى اليوم، وهي لم تتوقع أن تصمد اليمن 7 سنوات، ولم تتوقع أن اليمن وصنعاء تحديدا تصل صواريخهم إلى قصر اليمامة وحطمت سمعة البطريوت والإبرامز والأبتي وكل فخر الصناعة الغربية. سيد فهمي أدركنا الوقت. السيد فهمي اليوسفي عذرا طبعا لذيك الوقت، نائب مدير الإعلام في حكومة الإنقاذ، كنت معنا من صنعاء، نشكرك جزيل الشكر.